سلام بلي لي فيديو ديديكاس لمدام عربيه افلام مدام الشريفه بنتي الفاضل. امبارح نتفرج فيك عامله لايف ولا شنو، تسب في الشعب التونسي الكل وداخله في المحامين طيح لهم في قدرهم وتسب فيهم الكلكم كوع خاطر خالفوك في ما عجبتهمش لقطه نتاع جودير عملتها انت، وواحد عمل لك فيديو لايف تسب فيه ومن دم بيتك في قلبه وتحكي هكا بصبعك ولما تجي تبوس لي ساقيه باش نسامحك. شبيه خيتي لاباس؟ فما حاجتك فيك مدام ولا شبيك؟ ماك لاباس بنتي تكلم في التوانسه، انت تتجرى تكلم التوانسه بالطريقه هذه وتحكي معانا بالواحد؟ بر بنيتي عدي، انت راك بسيكوبات ظهر فيك، عندك مرض نفساني ولا حاجه؟ بر بر. وشنو هي الحباره اللي عملتها لنا على الفلومه اللي تعمل فيها فهمني روتانا افلام وتحرش وتحرش، وشنو هي هالتحرش؟ انت تحكي بفمك البارح فهمني تقول اللي راهو الراجل كلمك نهار 6 افريل بعث لك على شنو باش يدبر لك خدمه في قناه ولا شنو هي، ومن نهار 6 افريل ل 15 افريل يحكي معك بتربي، نهار 21 افريل يحكي معك بتربي معناها 15 يوم. ساعه سؤال الاولاني يا اخي يمشي بوب قد ما شافك في حياته، علاش تفكر كان 6 افريل؟ هذه الحاجه ما فهمتهاش. زعما فماش تحندير عملتها له انت اترافير كالكان دوتر فهمني دزيته له باش خاطر مش نورمال الراجل شافك وقت تفكر كان 6 افريل باش يعمل لك الواحد، فما لنا في الموضوع. هذه الاولى. والحاجه الثانيه كي انت مشكلتك مع الشخص وما عندكش حسابات وتراح تعمل فيهم، شنو هوك البوست اللي هبطته وانتصرنا والنظام السابق وكذا وانتصرنا، وش دخل هذا في هذه مشكلتك مع الراجل على التبزنيس ومشكلتك مع النظام السابق البائد؟ اذا فسر لك يا بنتي، راهو التبزنيس موجود في النظام البائد والنظام العائد والنظام السائد والنظام الزائد، راهو كلهم بعضهم. اذا انت مشكلتك مع هو ما فهمش علاش تهبط في بوست وبيبليكاسيون وعامل الفضح هذاك كله على درجه. وحاجه اخرى بربي سؤال اللي نحب نساله، هو تفكرك نهار 6 افريل هكاك صدفه طاحت على راسه حجره ما يسالش، وقلت لي انت ما قلت انت تحكي من 6 افريل نهار 21 افريل يحكي معك بتربيه معناها ما خما به، الا ما فجاه راجلك تغشش خذيه باش يكمل يحكي معاه هو باسمك انت. شوفك الرجوليه معناها واحد يحكي مع بتليفون مرته مع راجل يا حبي شلاه باسم الداخل وبيبي وينك مش مشكل نتجاوزه. كي بقى يحكي معاه هو قلت انتوما تبدلت اللغه، سامحني السؤال المطروح، علاش 15 يوم تتكلم فيه بتربيه ومن بعد كي خذيت تليفون راجلك تليفونك يحكي باسمك تبدلت اللغه؟ شنو هو الشيء اللي يحكي به راجلك مع سليم شيبوب باش بدل اللغه؟ اما لوينك؟ خاطر ما تجيش فجاه باش تقرب كلامه، الراجل 15 يوم بتربيه راه باش يبزنس الاربع ايام الاولى، الخمس ايام الاولى، الجمعه الاولى، العشر ايام الاولى، مو 15 يوم كان فيه بتربيه مش يبزنس. علاش بدلت اللغه كي التليفون ولا عطيت تليفونك الراجل؟ وثم سؤال وهم من هذا كله، علاش ما فصلتوش الناس عم المان انت وقت يقول كان فيك بتربيه 15 يوم الواله وما عجبوش ما عجبكش اللي هو يطلب فيك وهذا حقك وامورك، علاش ما كلمتوش بحازم وقلت له ما عادش تطلبني تعمزي والنمره ذي فسخه؟ ما نتصورش كان قلت له هكا باش يقعد يتمولد عليك. سؤال اخر هم من هذا كله بربي سامحني، كي راجلك هو سيد الرجال وكابس روحه وما عجبتوش الفازه وتعاملت لنا البارح تحكي في لغه ليه ونحن ما نتهانوش ما نتهانوش كي ما نتهانوش، علاش كان راجل التليفون من الاول برك فيه؟ مش يقعد يحندر فيه، سامحني كيفاش عطيته كرامته ويكلم فيه راجل الاخر يبزنس له في مرته ويجيب فيه بدرا قداش من بريود، سامحني عايشك لغه مضروب، الاخر يحكي لي قال لي بليز يدك حاجه اخرى، انت على مجرد تبزنيس سوا ديسون في ميساج، الدنيا قامت عليك خاطرك على راس كريشه ماما، انت عربيه حمادي، فما بلاويت الناس وبلاويت معامل براكاجات وسيكانها منطوره وتليفوناتها ما ثماش، قضيه بثلاث سنين مطيشه، التو لا فاق ولا عملوا كمين على خاطرهم ولا حتى شيء، اما انت عربيه حمادي يخدموا بيك يا معلم ولا يخدموا معاك ولا شيء، حكيتك الدنيا مدعوكه وهابطه والقيمه قايمه. والاخر يقول لي فما واحد تحكي لي كاتي كان جات مرتك ولا اخت تقبل، انا ما نقبلش، اما يا مدام نحن نساوينا راو كي تبولد عليهم واحد من الدقيقه الاولى يجبدوا له عينيه ويطيحوا له قدره ويسكروا الدوسي من با نسمعوا نحن، خاطر نحن كان نسمعوا وما ناخذوش تليفونات نسينا ونحكيو بيبيش نحوالك وش لابسه من داش لابس من الداخل وضحك لي اسماعيل، نحن كي نسمعوا بالحكايه ما نشدوش تليفون نمشيو ندقدقوا ونتصرفوا معاه يولي هو يشكي بينا على الرجوليه مش نحن نشكيو بيه على التحرش. قالت له تحرش تحرش انت اسميه تحرش يتحرشوا بيك، فما حلقه ولوش تلعب فيها انت ماكل كذبه نتاع 14 جانفي وتراب ودراشنيه والقناصه وامبيلونس وخزين رستابي انفجر، ما فما حتى خزين انفجر في رستابي، وين الامبيلونس والقناصه انت بيدك هذا لازم يحلوا عليك فيه الكتاب بس يا عم شنو مش نيه بحثك واختاك من الافلام والروتانا السينما تعمل فيها دراش عندك من تراحه مع سيم شيبوب تسافي فيها ولا تخدمي في الباج نتاعك باش دخلي شويه فلوس وجاي تحكينا نحن
حسبي الله ونعم الوكيل. يعرة النساء، انت عارة على النساء، بالعكس ما تشرفش النساء، انت عارة النساء، خاطر النساء تتصرف بالسترة، مش تمشي تفضح روحها وتفض البيوز، ورجالهم يتصرفوا بالرجلة وبالسترة يستروا على نساهم، مش ما بتتها من واحد رو بزنسني سليم شيبوب، انا حندرت وانا بزنسني ومن بعد كذا وما عندي ما حد شيء مع سليم شيبوب، اما انت فلامة، انا نقمة ليك انت ولا فلامة اللي كيفك انت. سلام ياسمين دلعرج، قالت له تحرج.